بابا بابا والله الا كبرت في الطريق اخوتي. شوف شوف البارع عاد حسنت، شوف كبر لي الشعر من المعرض الملتقى الدولي ديال التمور حتى للمدينه اكثر بنص ساعه وانا كنت مشي على الرجلين. والله الا كبرت في الطريق اخوتي. المهم احنا كنتواجدوا الان في ارفود عاصمه التمور كما كتلاحظوا. الفيديو راه في القناه ديال تشين، افتتاح ديال المعرض الدولي ديال التمور وبعد الاماكن تبارك الله هنا في ارفود. والله العظيم اخوتي الا كبرت في الطريق ومازال راني عاد باقي لي جبده طريق باش ندخل للمدينه. كبرنا في الطريق والله الا كبرنا. الله اكبر. ولكن تبارك الله منطقه زوينه ما شاء الله، يعني السياحه كما كتلاحظوا منطقه معروفه بالسياحه هنايا. ما تشوف هنايا غير ولاد البلاد والفاكونس، فاكونس صحاب المطر صحاب